بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق وأن حكيت لكم بالمحاضرة الأولى عن نظرية الـ NMR أو النظرية التي خلف الـ Nuclear Magnetic Resonance، وبالذات الـ Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy، وحكينا بشكل عام على النظرية كيف تطورت هذه النظرية، ولا بأس أن أعيد بعض الأشياء التي أحب أعيدها حتى يظل ببالنا وما ننسى. طبعا هاي الطريقة يعني الـ NMR هي تشبه كل الطرق الطيفية، تتضمن استخدام طاقة من أجل إثارة السامبل، استخدام الطاقة من أجل إثارة النموذج. أوكي، يعني هذا النموذج نعطيه طاقة ونرجع نقرأ عواقب ما تم عمله. طبعا مثل ما تعرفون يعني في سنة في الأربعينات تقريبا في منتصف القرن الماضي طورت نظرية الـ NMR من قبل الفيزيكال كيمست أو الكيميائيين الفيزيائيين، هو من أجل دراسة صفات نواة الذرات، ولكن لاحقا وجدوا أن هذه التقنية أو وجدوا أنه هذه الصفات المغناطيسية للنواة مفيدة حتى نستخدمها في تحديد ودراسة طبيعة الأورجانيك كومباوندز. فأساس النظرية مبني على أساس نظرية الـ NMR مبني على ما نسميه بالسبين، ونرمز له بالرمز I لنواة الذرات. طبعا احنا معروف انه الالكترونات لها قيم I، او الالكترون حقيقة الى قيم، يملك قيم لI هي زائد نصف ناقص نصف، هذا نسميهم الspin quantum number. بعض النواة مثل ما قلت لكم انه عندما نعرضها الى مجال مغناطيسي خارجي او مجال مغناطيسي راح يصير عندها ما نسميه بالماجنتيك مومنت، هذا الماجنتيك مومنت راح يسمح لنا بدراسة الصفات المغناطيسية للنواة، وبالتالي يبنى على ذلك نظرية الـ NMR. أيضا أنا قلت لكم في محاضرة سابقة أنه عندما نطبق مجال مغناطيسي خارجي على النواة راح تصطف النواة أما ضد المجال المغناطيسي الخارجي أو مع المجال المغناطيسي الخارجي. النواة اللي ضد المجال المغناطيسي الخارجي تكون عادة طاقتها أعلى من النواة وتسمى البيتا ستيت، والنواة اللي تصطف مع المجال الخارجي تكون طاقتها أقل وتسمى الألفا ستيت. هذول التو سبين ألفا ستيت عندما نسلط موجات راديوية، يعني نسلط طاقة على هذه النواة، فعندما تمتص النواة التردد الصحيح فإن فتل تلك النواة ستغير، يعني مثلا من موجب نصف إلى سالب نصف، بمعنى أنه غيرنا الفتل من نواة اللي بالحالة الطاقة الواطية
إلى حالة الطاقة الأعلى، يعني غيرنا النواة أو خليناها يصير لها excitation من حالة الطاقة الواطئة إلى حالة الطاقة الأعلى اللي هي البيتا ستيت. طبعا احنا ايضا قلنا انه النيو ما راح تبقى بهذه حالة الطاقة العالية، فراح يصير لها ريلاكسيشن، يعني راح ترتاح ترجع الى حالة الاستقرار، فبالتالي راح يعني راح ترجع الى الجراوند ستيت، فراح تنطينا ترددات. هذه الترددات نسجلها بالانامار على انها طيف، من خلال هذا الطيف نقدر نعرف الطبيعة الإلكترونية اللي تحيط بنواة ذرة الهيدروجين أو أي ذرة أخرى كما ذكرنا سابقا. فإذا الفريكونسي اللي هذه النواة تمتصها أو الطاقة اللي تمتصها هذه النواة ترددها يعتمد على البيئة الإلكترونية للنواة، سواء كانت نواة ذرة الهيدروجين أو الكربون أو الفلور 19 أو الفسفور 31. لاحظوا شباب، هذه النواة، هذه مجموعة من النواة في الجزيئة العضوية. لاحظوا هاي النواة، شوفوا الفتل مالتهم راندم، يعني عشوائي، وحدة تفتل بهالاتجاه، وحدة تفتل بهالاتجاه، الأخرى عكسها، هذه تفتل بهالاتجاه، فكل نواة تفتل باتجاه معين. لكن عندما نسلط عليهم مجال مغناطيسي خارجي اللي سميناه بي نوت، شوفوا هاي النواة، احنا راح نمثلهم باثنين اللي همنا، قلنا راح يصطفون هذول النواة، قسم بالجراوند ستيت وقسم بال الاكسايتد ستيت. فالنيو اللي في الاكسايتد ستيت عاده دائما تكون طاقتهم اعلى، النيو في الجراوند ستيت تكون طاقتهم اقل. وتلاحظون انه هذول النيو اللي هذول اللي هم زائد نصف اللي موجودين في الجراوند، اللي موجودين في الجراوند ستيت، شوف هذا الفتن مالتهم مع المجال المغناطيسي الخارج، هذا هو المجال المغناطيسي الخارج بالاتجاه. راح اشوفكم بعد اشياء اشكال يمكن حتى تصير اوضح. شوف هذا الفتل مال هاي النواة، شوف هاي تفتل عكس عقرب الساعة، اوكي، بينما هاي النواة تفتل وين؟ باتجاه عقرب الساعة. هاي لها اي زائد نصف، هاي لها اي ناقص نصف. وكما ذكرت لكم سابقا ايضا النيو اللي في الجراوند ستيت هم ما مقسومين قسمين متساوية، يعني بين البيتا ستيت وبين الالفا ستيت، بالعكس هنالك اكو زيادة من النوا، وحسبناها ايضا، تم حسابها في محاضرة سابقة، وهي طبعا قليلة في البيتا، في الالفا ستيت العفو، كلش قليل من عندها بين هذول التو ستيتس. هذا في شيء آخر يمثل لي النواة قبل ما أسلط عليها مجال مغناطيسي خارجي. شوفوا هاي مثل ما قلت لكم الاتجاهات، هاي اتجاه، هذا اتجاه، هاي عكسها، وهكذا. شوفوهم حركتهم حركة عشوائية، أو خلي أقول بعبارة أصح، الفتل مالهم فتل عشوائي. هذا المجال المغناطيسي الخارجي اللي سلطت عليهم، تلاحظوا هذا هو المجال المغناطيسي الخارجي اللي سلطت عليهم. شوف هاي النواة، هاي تفتل مع المجال الخارجي اللي هي بالجراوند ستيت، الالفا ستيت، هاي تفتل مع المجال الخارجي، هاي تفتل مع المجال الخارجي. اذا تلاحظون هم كم وحده هنا، هنا 10. شوفوا هذولا كم وحده تفتل مع المجال الخارجي، وحده، 2 3 4 5، خمسه، اوكي. ومو بالضروره انه يكونون خمسه فعلا، يعني اذا هم اكو 10، خمسة يفتلون مع المجال وخمسة يفتلون مع ضد المجال، لا، مو هيك الكلام. الكلام انه احنا قايلين انه عندنا زيادة في الجراوند ستيت اللي هي الالفا ستيت. لاحظون بس هذا هو تمثيل، يعني احنا نظل نمثل حتى نقرب الصورة الى ذهن الطالب او المتلقي. فشوف هذا مثلا ضد المجال، هذا ضد المجال،
هاي النواة الأخرى ضد المجال، هاي النواة الأخرى ضد المجال، وهكذا هذول الاثنين أيضا ضد المجال، وبالأخير هذول نمثلهم بهذا الشكل، هذه ضد المجال عفوا مع المجال الخارجي اللي هي الألفا ستيت، النيوة بالألفا ستيت، الألفا الألايند وذ اكسترنال فيلد، أوكي، وهاي ضد المجال الخارجي. أوكي، هذا بعد سوينا لهم بس مجرد سلطنا عليهم المجال الخارجي، لكن من انطيناهم راديو فريكوينسيز ترددات راديوية، شوفوا هاي النواة في الألفا ستيت، بدنا نحكي على مستوى نواة واحدة، بدنا نحكي على مستوى نواة واحدة، هاي الألفا ستيت، هاي البيتا ستيت، هاي الراديو فريكوينسيز، ايش راح يصير؟ بس مجرد امتصت الرايت راديو فريكوينسيز، يعني الموجات الصحيحة اللي تسب اللي عندها طاقة كافية لإحداث انقلاب الفتل، شوفوا وين صار الفتل مالها عكس هذا، شوف الفتل مالها عكس هذا، وين قعدت هاي النواة؟ قعدت في البيتا ستيت، يعني صارت اكسايتد، طاقتها أعلى. بعدين من تجي تسوي انرجي ريليز هذا السهم، هنا انرجي ابزوربانس، اوكي، راح يتغير الفتل، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير انرجي ريليز، فايش راح يرجع عندنا؟ ترجع النواة الى حالتها الطبيعية، يعني راح يرجع الفتل مالها نفس لها نفس الفتل. تلاحظون ايضا هنا هو هذا نفس تمثيل آخر قبل شوية احنا مرينا عليه، هذا التمثيل، لاحظوا هذا التمثيل اللي شفناها، يعني اذا نمثل نواة اكبر، اوكي، حتى بس حتى تصير الصورة واضحة، تلاحظون عندنا هاي النواة مع المجال الخارجي، بعدين صارت عكس المجال الخارجي بمجرد ان امتصت الموجات الراديوية. لو نجي على هذا الابلايد ماجنتيك فيلد، لاحظوا هذا الابلايد ماجنتيك فيلد، هاي النواة تكون مع المجال الخارجي وهاي تكون ضد المجال الخارجي، وموزعين بين التو ستيت، هذول تكون مع المجال الخارجي تكون طاقتهم لو انرجي، وهذول مع ضد المجال تكون هاي انرجي، هاي هي النواة حقيقة. وهذه طبعا تلاحظون هاي المدارات الالكترونية حول النواة، هاي المدارات الإلكترونية حول النواة. أنا حريص أن أشوفكم يعني نواة، هاي النواة اللي قلنا مع المجال الخارجي، هذا شكلها، ها هذا السهم باتجاه مع المجال الخارجي، وهاي النواة اللي هي عكس المجال الخارجي حقيقة. بديت أضرب مزيد من الأمثلة حتى بس أقرب الصورة لكم. إذن هذه صورة أخرى للنواة موزعة بين الألفا ستيت والبيتا ستيت، هذا هو البينود، تلاحظون هذه هي النواة، هذا شكلها الكروي، هذا تلاحظون هذا السهم هو باتجاه أو مع المجال المغناطيسي الخارجي، هذا عكس، شوف هذا السهم عكس المجال المغناطيسي الخارجي، طبعا هاي النواية لأنه excited في حالة الإثارة، فآي إلها ناقص نصف spin state، موجودة هاي السبين ستيت اللي سميناها البيتا ستيت، وهاي الالفا ستيت، عفوا الالفا ستيت. فالنواة المتساوية البروتونات، او خلينا نقول بعبارة اخرى اكثر دقة، اللي عددها عدد زوجي من النيوترونات وعدد زوجي من البروتونات ونحطها بالمجال المغناطيسي، هذه ما يصير لها سبين. إذن هاي النواة مثل ذرة الكربون 12، هاي النواة بها 6 بروتونات، بها 6 نيوترونات، فأعداد زوجية، فهذه ما لها صفات مغناطيسية هذه النواة، وذكرنا ذلك سابقا. بالنسبة للنواة اللي لها عدد فردي من البروتونات وعدد فردي من النيوترونات، طبعا عدد الكم مالها اي
عدد صحيح، يعني مثلا على سبيل المثال مثل الديتريوم، ديتريوم دي اي لها يساوي واحد، يساوي واحد يعني عدد صحيح. بالنسبة للنيوة اللي يكون عدد البروتونات وعدد النيترونات متساوي، لها اي يساوي نصف، اي لها يساوي نصف. مثل على سبيل المثال ذرة الهيدروجين، هيدروجين 1، وذرة الكربون 13، هذولا have a half integer spin، half integer spin. على أي حال هذول النواة اللي آي لهم يساوي نصف، مثل الكربون، هيدروجين، فسفور 31، فلور 19، هذول عندما نضعهم قبل المجال المغناطيسي، قبل ما نطبق عليهم مجال مغناطيسي خارجي، فهم الاسبن مالتهم عادة يكون راندم. اوكي، الاسبن مالتهم راندم، بمجرد ان طبقنا عليهم مجال مغناطيسي خارجي فراح يصير اورينتيشن، يعني راح يرتبون نفسهم ناس مع المجال المغناطيسي الخارجي وناس مع ضد المجال المغناطيسي الخارجي. اللي بالمجال اللي مع المجال المغناطيسي الخارجي سميناهم اللي بالبيتا بالالفا ستيت عفوا، واللي ضد المجال الخارجي سميناهم بالبيتا ستيت. هذول التو ستيتس بيناتهم فرق طاقه، بيناتهم فرق طاقه سميناه دلتا اي، يعني بين البيتا ستيت وبين الالفا ستيت اكو فرق طاقه نسميه دلتا اي. إذا هذا التردد اللي نحسب به هذه الطاقة هو التردد، هذا التردد لدلتا إي هو التردد الصحيح لإثارة الذي يمتص من قبل نواة ويغير السبن مالها من الألفا ستيت إلى البيتا ستيت. طبعا هنا ايضا ذكرت سابقا في محاضرة سابقة انه دلتا اي تعتمد على المجال المغناطيسي الخارجي المطبق، كل ما يزداد، وما ننسى هذه، كل ما يزداد المجال المغناطيسي الخارجي كل ما تزداد دلتا اي. كل ما بمعنى انه هذول التو ستيت يبتعدوا عن بعضهم، بمعنى انه دلتا اي تكون اكبر كل ما يزداد المجال المغناطيسي الخارجي. فعلى سبيل المثال إذا كانت دلتا إي، على سبيل المثال إذا كانت دلتا إي 0.02 كالوري، فمن على جهاز قوته 100 ميجا هرتز، فمن يصير هذا قوة الجهاز 200 ميجا هرتز، هذا هاي القيمة تصير ضعفها، تصير ضعفها، يعني دلتا يصير ضعفها. إيش قد تصير دلتا إي؟ إذا هنا كان 0.02 كالوري، هنا راح يصير 0.04 كالوري، وهكذا. كل ما يزداد المجال المغناطيسي الخارجي كل ما تكبر دلتا إي، وبالتالي تزداد الطاقة بين التو ستيتس. أرجع وأكد انه كلما تزداد قوة المجال المغناطيسي الخارجي كلما تزداد قيمة دلتا اي بين الالفا ستيت وبين البيتا، فتزداد طاقة بين these two states. تلاحظون انه لانه هذه الطاقه قليله، يعني 0.02 كيلو كالوري بير مول، هذا النوع من الطاقات نقدر نحصله من الراديو فريكوينسيز في منطقه الموجات الراديويه. وبمجرد ان ترجع النواه وتشع هذه الطاقه، هذه الترددات تروح الى الريكوردر ونحصل على طيف بالان ام ار،
حصل على طيف بالإنمار. إذا تلاحظون هنا هذا أيضا إعادة لبعض ما ذكرناه سابقا، هذا Applied Magnetic Field، هاي النواد تفت العكس المجال الخارجي، عفوا مع المجال الخارجي هاي، وهذه تفت العكس المجال الخارجي، تفت عكس المجال الخارجي. هنا هم هذول النواة، هنا هذه شوف الفتل مالها مع المجال الخارجي، مع هذا المجال الخارجي، هذه عكس المجال الخارجي. ليش؟ هاي اللي كانت تفتل مع المجال الخارجي امتصت راديو فريكوينسيز فتغير الفتل مالها، امتصت طاقة، صار لها اكسايتيشن وصعدت وين؟ صعدت الى البيتا ستيت. الان هاي النواة من تفقد هذه الطاقة تسوي انرجي ريليس. احنا طبعا الانرجي ريليس هذا راح نستلمه على شكل ترددات، احنا ما الطاقة ما نقدر نحسب، لكن نقدر نحسب التردد، وبالتالي تلاحظون انه راح نسجل طيف بالانمار، نسجل طيف بالانمار. اريد تركزون معايا هنا عند هذه، هنا النقطة البداية، هنا قبل ما نسلط مجال مغناطيسي خارجي كل النواة، وكما ذكرت هذا هو المجال المغناطيسي الخارجي بي نوت. هنا عد ما بعد ما مسلطين المجال المغناطيسي الخارجي كل النواة كانت السبن مالتها عشوائي. هذا المجال المغناطيسي الخارجي من السلطة طبعا هذا محور الطاقة، تلاحظون أسفان إذا قلت غير شيء، لأنه هذا هو محور الطاقة، وهذا شنو؟ هذا المجال المغناطيسي الخارجي. طيب هنا مثلي بهذا السهم، هذا هو X axis. شوفوا كل ما نزيد المجال المغناطيسي الخارجي، لو نفرض هنا عندنا مجال مغناطيسي خارجي قيمته 60 ميجا هرتز، هنا عند هاي النقطة شوفوا دلتا اي وين تجي؟ هنا بين هذولا، شوف هذول الخطين، كل ما نزيد المجال الخارجي كل ما يبتعدوا عن بعضهم. اوكي، هاي النواة اللي تفتل مع المجال الخارجي اللي هم بالالفا ستيت، هذول النواة اللي تفتل عكس المجال الخارجي اللي هم بالبيتا ستيت. اوكي، فلو كان عندي هنا مثلا مجال مغناطيسي خارجي قيمته 60 ميجا هرتز، فدلتا اي وين تكون عندي؟ هنا. لو نفرض عندي مجال مغناطيسي خارجي قيمته 200 ميجا هرتز، فشوفوا دلتا اي كبرت، اذا دلتا اي كبرت في هذه الحالة، زادت دلتا اي ضعف، زادت دلتا اي ضعف. تلاحظون اني لازلت اتأكد على المجال المغناطيسي الخارجي، وأكد على الألفا ستيت اللي هي هاي، وهاي النواة أو النواة وين اتجاهها؟ باتجاه مع المجال المغناطيسي الخارجي. وتلاحظون هاي النواة اللي هي عكس المجال المغناطيسي الخارجي اللي هي بالبيتا ستيت، وتلاحظون هاي الجاب، هاي المسافة من الألفا ستيت إلى البيتا ستيت، هاي نسميها الإنرجي جاب، أو اللي نسميها دلتا اي. ايضا من المهم ان نتعرف على ماذا نريد من طيف الانمار، ماذا نريد من طيف الانمار. طبعا طيف الانمار حقيقة يعني مفيد جدا، وحندور على اربع اشياء مهمة من خلال طيف الانمار. اولا نريد نعرف عدد الاشارات بالطيف، number of signals. ف البروتونات اللي موجودة في الجزيئة العضوية واللي يقع عليها مجال مغناطيسي، أو اللي تعيش حالة من الماجنتيك انفايرمنت مختلفة، راح تنطينا إشارات مختلفة بالإنمار. بروتونات بالمركب العضوي اللي يقع عليها مجال مغناطيسي خارجي وراح تمارس لنا، تظهر لها بيئات مغناطيسية مختلفة،
راح تظهر لنا بطيف الـ NMR إشارات مختلفة. البروتونات المتكافئة، بروتونات المتكافئة في الجزيئة العضوية نسميهم chemically equivalent protons، أو البروتونات المتكافئة chemically equivalent protons، هذول راح يشوفون إشارة واحدة في المركب العضوي، راح يشوفون إشارة واحدة في المركب العضوي. مثلا على سبيل المثال مجموعة CH3 هذولا بيها 3 بروتونات، هذولا لهم نفس البيئة الإلكترونية، فإذا راح يشوفون إشارة واحدة بالطيف الـ NMR. CH2 أيضا يشوفون إشارة واحدة في طيف الـ NMR. على سبيل المثال أو مثال آخر، البنزين رينج بها 6 بروتونات، فهذولا ستتهم متكافئين لأن هذه الجزيئة متماثلة، هذه الجزيئة متماثلة، فبروتوناتها are also equivalent. أوكي. أما الجزيئات غير المتماثلة فتظهر لنا بروتونات مختلفة. فعلى سبيل المثال يجب أن نتعرف على البروتونات ونشخص البروتونات المتكافئة من البروتونات غير المتكافئة. وأيضا الاستيريوكيمستري تلعب دور مهم جدا، ف يعني different protons with different stereochemistry لهم راح تظهر لنا لهم إشارات مختلفة في طيف الـ NMR. ولذلك وطبعا أكيد يعني هم راح يمتصون عند different frequencies. من يصير عندنا يمتصون هذول البروتونات المختلفين في البيئة الإلكترونية at different frequencies راح تظهر لنا بالطيف إشارات مختلفة أو different signals. إذا تلاحظون هذه قدامكم ثلاث مركبات بس كل واحد من عندهم يظهر إشارتين بالطيف، هذا وحدة وهي الثانية، هذا بالنسبة لهذا المركب. بالنسبة لهذا المركب أيضا يظهر لنا إشارتين، هاي وحدة وهاي الثانية. هذا المركب يظهر لنا إشارتين، هاي الأولى وهاي الثانية. طبعا هنا تلاحظون عندنا إشارات للـ TMS، هاي الملونة باللون الأخضر، بس الإشارات هاي الريد سيجنالز هذه تعود إلى البروتونات. مثل ما تلاحظون هذه الجزيئة هنا على اليسار هي عبارة عن دايميثيل بنزين، هاي الميثايل جروب وهاي الميثايل جروب الثانية أو نسميه بارازايلين. أوكي، شوف هاي الميثايل ويا هاي الميثايل متكافئين بروتوناتهم، فمنطينا إشارة واحدة، منطينا إشارة واحدة اللي هي بالهاي فيلد. أوكي، هذول البروتونات مالت الحلقة اللي هم 4 أيضا متكافئين، فأعطونا إشارة وين؟ بحدود 7 بارت بير مليون، حدود 7 بارت بير مليون، هذا المركب A. أوكي، هذول التو ميثايل متكافئين أعطونا هذه الإشارة، هذول 4 بروتونات اللي متبقين على الحلقة متكافئين فأعطونا إشارة واحدة. نجي على هذا المركب، هنا عندنا تلاحظون عندنا هنا عندنا 2 ميثايل، هو 1-2-دايكلورو، 1-2-دايكلورو هذا المركب بي. تلاحظوا انه عندنا هنا ميثايل جروب، هنا عندي ميثايل، عندي كربون، هنا عندي ميثايل جروب، فهذه بروبين، عندنا بالموقع 2 CR، وعندنا هاي هنا عندنا CH2 CL. اوكي، ما عندنا مشكله نسميها، هذا مو صعب تسميتها. فاذا عندنا هذول الجروب، تلاحظون هذول الاثنين الجروب CH3 groups are equivalent protons of these two CH3 groups are equivalent. The protons of the CH2, this CH2, are also equivalent. For we have 2 types of protons. Okay, this one
and this one. Okay, هذه هاي الإشارة لهذا البروتون اللي متصل به بالكربون اللي حامل الـ HCl، وهذول متصلين بالكربون هاي الوسطية أيضا متصلة به HCl، بس هذول بعيدين شوية عن هذا، فيرنون بالمجال العالي ترددات الواطة. نجي على هذا المركب C، تلاحظوا هو هذا عبارة عن إستر، وهذا الإستر هو ميثايل إستيت. تلاحظون أنه هنا عندنا 2CH3 group، هاي وحدة وهاي الثانية، ولكن هذول مختلفين في البيئة الإلكترونية، بس هم بروتوناتهم متكافية كCH3 group. هنا عندنا 3 بروتونات متكافية، وهنا عندنا 3 بروتونات أيضا متكافية، فيشوفون إشارة وحدة، بس هم اثنيناتهم مختلفين، هذه متصلة مباشرة بأكسجين، وهاي CH3 group متصلة مباشرة وين مجموعة كربونيل، فهاي ال CH3 هاي ترنم يعني CH3 بروتوناتها ترنم بالمجال العالي ترددات الواطية بحدود 2 بارت بير مليون، بينما تلاحظون انه هاي ال OCH3 ترنم بحدود قريب على الأربعة بارت بير مليون، قريب على الأربعة بارت بير مليون، وسنتي على ذلك لاحقا بالتفاصيل. النقطة الأخرى المهمة اللي نبحث عنها في طيف ال NMR فهو موقع الإشارة في الطيف، يعني موقع الإشارة وين على الـ X-axis، على الـ X-axis، وقلنا البروتونات ترنن بحدود من 0 إلى 12 بارت بير مليون، في بعض الأحيان يتعدى 12 بارت بير مليون خاصة بالحامض الكربوكسيلي، بروتون الـ OH مع الحامض الكربوكسيلي يتعدى 12، وسميناها بالكيميكال شيفت أو الانحراف الكيميائي، أنا ذكرت ذلك سابقا بالنسبة لذرة الكربون، وتكلمت بالتفاصيل عن هذا الموضوع. طبعا الوحدة اللي يقاس بيها الكيميكال شيفت هي بارت بير مليون، وقلنا هذا البارت بير مليون حسب الجهاز ايش قد يعادل لنا بالهرتز، يعني احنا من نحكي عن ترددات نحكي عن هرتز او ميجا هرتز. بالنسبة للبروتونات لأنه تحتاج طاقة قليلة حتى تسوي الفليبينج، فإذا راح نحتاج طاقة أو ترددات قليلة حسب قوة الجهاز. فإذا البروتونات بشكل عام تشعر بثلاث أنواع من الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد of the earth المجال المغناطيسي للأرض، والمجال المغناطيسي للجهاز، والمجال المغناطيسي للبروتونات المجاورة، البروتونات المجاورة. فبالنسبة للمجال المغناطيسي للأرض والجهاز تقريبا هذولا متقاربين، يشعر بهم البروتون بنفس المستوى أو تقريبا يكونون متماثلين، أوكي، من قبل يشعروا بهم البروتونات في الجزيئة العضوية. اللي بقى أنه الانحراف الكيميائي أو الكيميكال شيفت يعتمد بشكل رئيسي على التغير في المجال المغناطيسي للبروتونات المجاورة، للبروتونات المجاورة. وتلاحظون أنه إحنا اعتمدنا التترا مثل سيالين، هذا اوكي، هذا التترا مثل سيالين كجزيئة عضوية، ان تكون مادة مرجعية بالنسبة لأطياف NMR، بالنسبة لها نقيس الكيميكال شيفت، واللي هي تظهر لنا إشارة عند 0 بارت بير مليون، 0 بارت بير مليون. هذه المادة طبعا تعرفون انه هي مادة من المواد الطيارة، ممكن يعني very volatile compound، ممكن ان نتخلص من عندها،
وإذا حبينا نسترجع المركب مالتنا حتى نعمل عليه أشياء أخرى، دراسات إضافية ممكن يصير هذا. بس بكل الأحوال ما حد يعمل على يعني التخلص من TMS، بس إذا حبينا نتخلص من عنده فهو مادة طيارة ممكن أن نسترجع من عندها النموذج. أيضا من العوامل اللي تأثر على الانحراف الكيميائي هي ما نسميه بعامل الشيلدينج إفكت. شيلدينج إفكت، طبعا الشيلدينج إفكت إذا كانت عندنا مجموعة دافعة للإلكترونات وتزيد لنا من الكثافة الإلكترونية حول البروتون، فهذا راح يكون هذا البروتون محمي من المجال المغناطيسي الخارجي، فيرنن في الترددات في المجال العالي ترددات الواطية، في المجال العالي ترددات الواطية. أما إذا كانت البروتونات غير محمية فواحد من التأثيرات اللي أو الأشياء اللي تأثر على تجعل من البروتونات غير محمية هو ما نسميه بالإلكترونيجاتيفتي أو السالبية الكهربائية للذرات المجاورة للبروتون. فكل ما تكون عندنا مجاميع ساحبة الإلكترونات راح تسحب الكثافة الإلكترونية من حول البروتون، وبالتالي هذا البروتون راح يرنن في المجال الواطي الترددات العالية لأنه يكون غير محمي من المجال الخارجي، فيرنن في المجال الواطي الترددات العالية. تلاحظون هنا عندنا بعض الأمثلة، عندنا هذا هنا هذا المركب مثل برومايد، مثل برومايد هاي البروتونات مالته ترنن عند 2.69 بار بير مليون، لكن هذول البروتونات من عندما يبتعدون عن البي ار، اوكي يعني خلينا مجموعة بينات بين البي ار وبين السي اتش 3 جروب، شوفوا بدا يرننون عند 1.66 بار بير مليون. من ايضا ابعدناهم عن البي ار نفس البروتونات هذول، دا اضيف مجاميع حتى ابعدهم، يعني ضفت هنا سي اتش 2 وحده، هنا ضفنا 2 سي اتش 2 فصاروا بعيدين عن البي ار هاي، نفس البروتونات هم هذول اللي تلاحظون احنا مغلظيهم يعني، فراح يرنن عند 1.06 بارت بير مليون. وصار عندي اربع ثلاث مجاميع سي اتش 2 بين البي ار وبين السي اتش 3 جروب قاعد يرنن عند 0.93 بارت بير مليون. ايضا عندي ما نسميه بالانيزوتروبي، تاثير اخر على البروتونات، تاثير اخر على البروتونات نشوفه في الاواصر المزدوجه، نشوفه حتى السنجل بوند عندها انيزوتروبي ولكن ضعيف، ونجي على الاواصر المزدوجه ايضا لها انيزوتروبي، وهذول كلهم اقل الانيزوتروبي مالتهم نسميها بالماغنتيك انيزوتروبي اقل من الانيزوتروبي لحلقة البنزين. فحلقة البنزين لها انيزوتروبي عالية جدا، لاحظون انه عندنا هنا باي الكترونز فوق الحلقة وتحت الحلقة، فذول بنوجه عليهم مجال مغناطيسي خارجي. المجال اللي المحتث نتيجة حركة هذول الالكترونات راح يقسم لنا المنطقة الى منطقتين، البروتونات اللي تكون فوق الحلقة واقع في المنطقة يعني البوزيتيف اريا او البوزيتيف ريجن، فتكون البروتونات محمية من المجال الخارجي، والواقعة في المنطقة السالبة اللي هي هاي في مستوى حلقة البنزين راح يكونون غير محميين من المجال الخارجي. ولذلك تلاحظون انه بروتونات الحلقة الاوروماتية رنون بالمجال الواطع الترددات عالية وبحدود 7 بارت بير مليون، هذا بالنسبة لحلقة البنزين. أما حلقة البنزين بشكل عام تعتمد على المجاميع المعوضة، إذا تكون مجاميع معوضة على الحلقة فراح ترنن بقل من ذلك يعني بحدود 6 إلى 6.5 بارت بير مليون. أما إذا كانت عندنا مجاميع ساحبة للإلكترونات فراح البروتونات الحلقة راح ترنن
من 7 إلى 9 بارت بير مليون. فإذا البروتونات حلقة البنزين يرننون بحدود من 6.5 إلى 9 بارت بير مليون، تعتمد على المشاميع اللي موجودة على الحلقة. لاحظوا هذه هي حلقة البنزين، هاي المنطقة الموجبة، هاي فوق وتحت مستوى الحلقة، هاي البروتونات، أي بروتون يقع في هذه المنطقة سيكون محمي من المجال الخارجي، أما هذول البروتونات والملونين باللون الأحمر فيقعون في المنطقة السالبة من الأنيزوتروبي، أي في مستوى الحلقة، هذول فوق مستوى الحلقة، هذول في مستوى الحلقة راح يكونون غير محميين من المجال الخارجي. الشيء الثالث اللي نحاول أن نستخرجه من طيف الانمار هو ما نسميه بال relative intensity of signals أو الانتجريشن. شنو معنات هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني لنا إنه شقد عندنا بروتونات لكل إشارة، كم بروتون تحت هذه الإشارة نسميه بالانتجريشن. طبعا هذا عدد البروتونات هو مسؤول عن الإشارة، عدد البروتونات مسؤول عن شدة هذه الإشارة، فالشغلة نسبية، كل ما يزيد عدد البروتونات كل ما تزيد شدة الإشارة، السيجنال تزداد شدتها. ولذلك يعني هي ما تعطينا يعني شدة هذه الإشارة تتناسب طرديا مع عدد البروتونات المكونة لهذه الإشارة أو المسؤولة عن هذه الإشارة. ولذلك وبالتأكيد البروتونات الأكيوفلنت، يعني نقصد البروتونات المتكافية، يعني مثلا CH3 جروب ينطينا إشارة شدتها أطول من CH2 جروب، وهاي CH2 جروب تنطينا إشارة أطول من CH، فلذلك تلاحظون يعني شدة الإشارة تعتمد على عدد البروتونات المتكافية المكونة لهذه الإشارة. طبعا الشغلة نسبية، يعني هي نسبية أن تعطينا عدد البروتونات، يعني تعطينا عدد بروتونات نسبي، ماكو شيء مطلق، يعني ما تقول إن هاي عندك 4 بروتونات أو هاي عندك 3 أو هاي عندك 2، وإنما هي شغلة نسبية. والأغراض المناسبة يعني شو نسوي إحنا؟ نأخذ أصغر إشارة موجودة بالطيف، يعني أصغر إنتجريشن نعتبره وحدة واحدة ونقسم عليها البقية، ونقسم عليها البقية نحولها على هذا الأساس. إذا عندي مثلا على سبيل المثال إنتجريشن 1 سنتيمتر، ماشي، إذا عندي إنتجريشن 1 سنتيمتر، فهذا الإنتجريشن 1 سنتيمتر أقسم عليه البقية إذا كان هو هذا الأصغر، إذا كان هذا 1 سنتيمتر هو الأصغر، فطبعا أكون إنتجريشنز أخرى حتما أكبر من عنده. فإذا كان مثلا عندي 2 سنتيمتر قسمها على 1 راح يطلع لي 2، إذا كان عندي إشارة أخرى الإنتجريشن مالها 3 سنتيمتر راح أقسمها على 1 فراح يطلع لي 3. فإذا عندي بالحالة الأولى عندي بروتون واحد عندما كان 1 سنتيمتر الانتجريشن، بالحالة الثانية 2 سنتيمتر إذا عندي 2 بروتون، وبالحالة الثالثة عندي 3 سنتيمتر يعني معناتها 3 بروتونات. فهكذا نحسب الانتجريشن بالنسبة للبروتونات، ومن خلالها نقدر نستخرج العدد النسبي للبروتونات. هذه 3 نقاط اليوم نكتفي بها، والأسبوع القادم راح نتكلم عن splitting of signals اللي نسميه spin-spin coupling. طبعا هذا الموضوع موضوع مهم جدا ومفيد جدا، راح ينطينا علاقة البروتونات مع بعضها. هذا الموضوع يعتمد على
شكل الإشارة. إذن النقطة الرابعة في الموضوع، في موضوع الانمار اللي نبحث عنها، هي ما نسميه بالsplitting of signals أو spin-spin coupling، يعطينا فكرة عن شكل الإشارة وليش هاي الإشارات تنشطر إلى أحادية أو تنشطر إلى ثنائية ثلاثية إلى آخره. سنتطرق إلى ذلك في محاضرة قادمة. نستودعكم الله.